السلام عليكم. اليوم نروحوا الملعب براقي او الملعب تاع نيلسون مانديلا، اذا بالاسم الجديد، ولكي نشوف التجهيزات والتأسيسات وكذلك وضع اللافتات في الملحقات نتاع الملعب هذا، ونشوف يعني الديكور الداخلي. والله يعني شيء جميل جدا، يعني نخليكم تشوفوا يعني كل ما تم يعني إنشاؤه في الملعب رائع، اللي يعتبر حقا واحد من أحدث الملاعب في العالم، والأحدث بدون مبالغة، الأحدث في إفريقيا من حيث استعمال تقنيات الأخيرة في ميدان البث والمراقبة والكاميرات، يعني لا سيفيونس، وكذلك أنظمة يعني الأشباك، قضية الأشباك، يعني أمور تاع الحماية من الحرائق، ويعني كل ما هي تدخل في إطار لا سيكوريتي نتاع المنشآت، وكذلك فيه عملية مراقبة لي موفمون دو فول، يعني الحركة تاع نتاع الجمهور، يعني عندما هي خرج من الملعب وعند دخول الملعب، ومراقبة على مستوى المدرجات، وكل يعني أحدث التقنيات اللي تم يعني استحداثها في مجال يعني تسيير ملاعب كرة القدم في العالم. إن شاء الله تكون فيها تأطير في المستوى، وتكون فيها لا فورماسيون، وللعلم أنه فيه مجموعة من التقنيين ومهندسين جزائريين راحوا لقطر وشاركوا في قطر، داروا تربص في قطر، مجموعة 19 تربص داروا انفورماسيون في قطر كيفية تسيير الملاعب، وكذلك في أثناء المنافسات، يعني ملاعب خارج المنافسات وكذلك في أثناء المنافسات. إن شاء الله تكون تجربة مفيدة، وإن شاء الله نستفادوا من تجارب الآخرين، ونطوروا المنظومة الرياضية في بلادنا، ونشرفوا بلادنا في المنافسات الدولية. السلام عليكم.